صباح الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ انا عايزه اقول لكم ان الفيديو ده اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي اتعمل باقل الامكانيات. احكي لكم قصه من اول، ان هو انا رحت في سوق ليبيا، اتعرفت على بنوته، قلت لها ممكن انا عايزه حد يتكلم معايا عن عادات وتقاليد البدو وكده. ايه طيب ماشي، في واحده هناك هي رحلة. رحت، ازيك عامله ايه اخبارك ايه اسمك ايه؟ اسمي نور. وانا كمان اسمي نور. وقعدنا نتكلم وقلت لها بصي انا عايزه اعمل فيديو عن عادات وتقاليد البدو وكده يعني. فقامت قالت لي ليه؟ قلت لها عادي، انا بحب اعمل، عندي قناه على اليوتيوب وبحب اعرف ايه هي العادات والتقاليد بتاعت كل الشعوب يعني وكده، ده هدفي في اصلا في القناه. اي طيب ماشي. المهم خلصنا واتفقنا على ميعاد واتفقنا على المكان اللي احنا هنتقابل فيه، وانا مروحه قلت اكيد البنت دي بتقول عليا ان انا مجنونه وهي مش هتيجي. والله العظيم قعدت اقول ان هي مش هتيجي واكيد يعني هتفلسعني يعني. تاني يوم كلمتني الصبح، كنا متفقين ان احنا هنتقابل الساعه 10، وكلمتني وكده وقالت لي لا انا ما كانت رايحه مكان وما رحتوش، فقالت لي انا هظبط كده نفسي وهقوم وبعدين ننزل. فانبسطت ان هي كلمتني تاني وكده. المهم احنا بقى رحنا شاطئ عجيبه وتمشينا فيه، كان جميل جدا جدا جدا، والاسواق اللي فيه وكده. وبعدين رحنا كليوباترا، كان تحفه. ودخلت الحمام، حمام كليوباترا اللي جوه كان جميل قوي، بس المشكله ان هو كان زحمه وما اعرفش صور تصوير حلو قوي وكده يعني. وصورنا هناك وقعدنا وكده. وبعد كده فجاه اتصلت بيا قالت لي ايه، انا هستناكي في المكان الفلاني. خلصنا وقمنا، رحت على طول عندها. خلاص تعالي نصور في سوق ليبيا، وطبعا ده سوق فطبيعي انك مش هتلاقي فيه الدنيا فيه زي ما انت عايزه، ومش هتقدري تتحكمي يعني في الناس وكده. رغم احنا كنا بدري جدا والدنيا كانت هاديه قوي، بس كان فيه اصوات، ناس مشغلين قران، ناس مشغلين مش عارفه ايه وكده. المهم قعدنا في المحل بتاعها شويه، وبعد كده لقينا الدنيا مش ظابطه خالص، وهي صوتها كان واطي، حتى هتشوفوا في حته كده ان انا بقولها علي صوتك علي صوتك، تمام. وانا بقى كنت من الصبح بقى في عجيبه وفي كليوباترا، فكنت حرانه بقى وكده يعني. فبص عايزه اقول لكم في تلقائيه فظيعه فظيعه في الفيديو ده، يا رب ان هو يعجبكم. يلا تابعوا معايا. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ كلكم احنا النهارده في مصر الصبح، وهنتكلم النهارده عن عادات وتقاليد البدو الموجودين هنا في الصبح، وعايشين ازاي، والجواز عندهم بيبقى عامل ازاي، وحياتهم قبل وبعد الجواز وكده. هو ايه الحاجات اللي هم بيحبوها وايه الحاجات الغريبه اللي عندهم؟ دلوقتي احنا عندنا نور، البنوته دي جميله جدا جدا وذوق جدا جدا، ولسه متعرف عليها امبارح بس، وجابت لي عسل ليمون جميل قوي. طبعا المكان ما نفعش نهائيا، وقمنا ناقلين على مكان تاني، قعدنا نلف في المحلات. احنا في السوق، كنا في السوق الجديد، وقعدنا نلف على محلات اهدى حاجه موجوده، وطبعا قعدنا نلف على كراسي عشان نقعد عليها. والسوق يعني كان مغامرات كتيرة جدا يعني، اعذروني لو في اي اصوات ما قدرتش ان انا اظبطها. وحبيت ان هو يبقى كده، وحبيت ان الموضوع يبقى تلقائي. اتكلمنا اول حاجة عن الشباب يعني، كنت عايزة اعرف هم عايشين ازاي، وبعد كده البنات عايشين ازاي، وبعد كده بقى لما يكون في تزاوج منهم، وبعدين الضيافة. تابعوا معايا. طيب عرفينا بنفسك. انا نور من البحيرة، قاعدة هنا في مطروح، شغالة في سوليبيا محل عطور. احنا النهاردة هنعرف ايه هي العادات والتقاليد اللي موجودة في مطروح، وهنتكلم عنها مع نور، هي عايشة هنا بقالها مدة فهتعرفها بقى كل حاجة. طيب أول حاجة عايزين نعرف ايه الشباب هنا عايشين ازاي؟ الشباب عايشين يعني هو كأي شباب، بس اختلاف هنا عندهم البذخ. البذخ هنا يعني ممكن تلاقي شاب 15 سنة 16 سنة بكي بعبيت سو مليون، هو ده فكر الشباب هنا، هو عيش الشباب، سجاير، قهاوي، كافيهات. نقطة بقى البنات عايشين ازاي هنا؟ البنات طبعا، البنات طبعا هنا تحت طوع الوالد، هو ما تتحركش من يعني ممكن تروح المدرسة وتيجي. تعليم هنا مهم؟ تعليم مش قوي، ممكن تخلص اعدادية واقول لك متجوزي. منين ما يجي نصيب، بس اهم حاجة بتعرف تقرا وتكتب، بتعرف تقرا وتكتب. بس البنات طبعا معروف اللي هي العادات القديمة، البنات لازم مواليد في الخروج في أي حاجة هي مواليد. طيب ولبسهم بقى بره البيت وجوه البيت عامل ازاي؟ بره البيت نقاب، البنات بيبقوا لو مش نقاب بيبقوا لابسين اللبس المحتشم، بيلبسي بره احتشام ومفيش، بس جوه البيت اللي انت عايزينه. عايزه اقول لكم ان انا قبل ما نتكلم بقى في الضيافه وهم اسلوب الضيافه بتاعهم عامل ازاي،
بس انا حسيت قوي ان انا في السعوديه، يعني هم البدو كلهم عاداتهم كلها واحده، يعني اللي هو بره البيت التعليم مش قوي، يعني اهم حاجه بتعرف تقرا وتكتب. الشباب الترفيهات يعني اهم حاجه يكونوا مرفهين ومعاهم فلوس وكده يعني. ف بس يعني دلوقتي احنا عايزين نعرف يابا لما بيجوا بيعملوا ايه معانا؟ لما بيجي ضيف دول في البيت بيت عادي جدا، بس في مع البيت باب، تمام، باب خارجي وأوضة خارجية اسمها المطبوعة. تمام. عايزة اقول لكم ان كلمة المطبوعة اللي هي قالتها ديت انا ما كنتش فاهماها، وكانت قبل الفيديو هي قالتها لي وقعدنا نستهجها مع بعض، انا حاسه ان انا قطعتها غلط. المطبوعه دي يجي ضيف يفضل يدخل المطبوعه، هيحضروا وجبه ضيافه داخل، ينادوا على ابو فلان اتفضل ضيافه. طب مش موجود راجل في البيت بيعمل ايه؟ هما الباب مقفول ما يفتحوش، مين من ورا الباب؟ وبعد كده لو مش مهم تجي له باتي ممنوع، يعني واحده تفتح الباب دي اللي هو خالص او اي حد. طب انا حتى لو انا واحده ست بحب حصلت معانا قريبنا بطبق عايزين نحط السن، محتاجين هي سيولوجيا اصلا او هي بدويه، قالت لي معلش ما اقدرش افتح، ده انا جوزي حالف عليا، قال لي ممنوع تفتح لحد ايا كان طالما مش موجود. يعني لو البيت بيقول هو لا ما اخرجش، هو قال لي كده يبقى هو كده. طب لا قدر الله مثلا خلفت يعني رايه او عملت حاجه هو مش عايزها، يعني بالنسبه لهم ده شيء نقص اللي هم الايه تربيه الاهل او نظام الاهل، يعني شنطتك وتفضل عند اهلك، تفضل على طول، تفضل دي تقسم 1 2 3. طبعا الاهل بيقول ايه ده نقص، هات عندنا احنا نعدلها ايا كان بقى، يوصل امر الطلاق يبقى طلاق خلاص. طبعا هو من هو ملوش دعوه بالسياح نهائيا. يا جماعه عايزه اقول لكم ان الدبان في مطروح ما بيتهشش، ما بيتهشش حرفيا. انا تلات ارباع الفيديو عماله اعمل كده، والتلات ارباع تاني عماله شخل البيت، كنت جايبه صوره من هناك وكنت شويه كل شويه عماله شخل بيها. اكيد شغلهم مع القرار. طيب في سؤال كنت هسأله لك دلوقتي، لو انا جايه انا ومثلا انا وعيلتي وجايين ضيف عندهم، بيطلعوا بقى الستات عند الستات ولا لا؟ هم هو المكان ده بيبقى كله معزوم، يعني انا ما اقدرش اشوف مثلا الست من بدو او الست من البيت او كده. لو انت معزومه في بيت بدو طبعا الرجاله في المطبوعه الحريم جوه، يعني بخش عادي ما عندهمش اي مشاكل، اتفضلي مع الاهل ومع الحريم، الحريم تقعد مع الحريم، الرجاله مع الرجاله. هنا بشوف هنا في السوق اللي كنت ماشيه وانا الحنه كتير جدا جدا عندهم، دي اشهر حاجه عند البدو الحنه. دي بيعملوها للرجاله والستات ولا بس الستات؟ الرجاله بتتحنى بجد؟ الرجاله بتتحنى رجليهم وكده ولا ايه؟ رجليهم رجليهم تلاقي على ضوافرهم وتحنى. الشباب انا بركب مع شباب وبدو على الضوافر حنة بيتكحلوا. دي حاجة كنت بسمع عنها قبل كده. ايوه بيتكحلوا. نيجي بقى على عادات الزواج بتاعتهم عاملة ازاي؟ من اول ما يبداوا، يعني مثلا البنت بتبقى قاعده في البيت كده، مثلا عيلة كذا عايزه بنت من عيلة كذا، ولا بيبقى حته حبيبه والكلام ده ولا لا؟ لا لا، هو مثلا حضرنا يعني واحد عايز واحده من عيلة فلان، الاهل بيتشاوروا بيشوفها من العيله، هو بيشوف الواحده دي ولا هو بيقول عايز من شهوية شرعيه؟ بس ما بيشوفهاش قبل الرؤيه الشرعيه. لا هي منقبه. طب ودول خدها ازاي؟ هو سمعنا محترمة تمام خلاص اتقدم لها، هي رؤية الشرعية بعد كده خلاص مش يجي بقى الحنة. ميعاد الحنة بيبقى شادد عند الراجل عازم فيه تابع الشادد ده، يعني مكان معين بيقعدوا فيه الشادد ده نظام. ايوه بيعملوا خيمة كده بيعملوها ويعملوا طباخ وتابعين 3 خرفان. انا مدير كل القبيلة، يعني قبيلة الولاد انا عازم فيها من 4 5 خرفان 3 خرفان. عند الواحدة بيبعت لها قبيلتين وكده، يبقى بقى الحريم جوه في الأوضة اللي هي المطبوعة دي، بيرقصوا ويغنوا، الواحدة داخلة النقابة لقيتها بقوا مع بعض وحنة. العروسة بتبقى لفة رقبتها بتوق فلوس 100 50 200 زي ما تيجي، ويرقصوا كده. يجي الفرح بقى، بيجي العريس بياخد العروسة في العربية وزفة خفيفة وصلها لحد البيت بس كده، يعملوا شهادة فرح يعني أغاني كده. بس هو مش فاكرة فساتين بيضة زينا والكلام ده؟ بيبص في ستار الأبيض والرجالة زينا أوي، بس في شهادة رجالة وشايلة حاجة والأغاني شغالة. تمام الأغاني شغالة شوية، العروسة يلا بقى على جوزك
خلاص ممكن يعملوا فحم بالنهار عادي. ما طبيعي هو مش بيعملوا حاجة عشان يخلوها بالليل ولا في اللي بيعمل بالليل وفي اللي بيعمل بالنهار أغاني بدو كلها. انت قلتيلي ان المواسم بتاعت العروسه هي العروسه بعد الجواز بقى اتجوزي بعد الجواز بقى اول رياضه الاهل بيتها بعد اسبوع بتروح شايله من عند جوزها عندهم صباحيه؟ الصباحيه عندهم صباحيه تروح تشيل هي شايله من بيت جوزها وتودي بيتها اول زياره مثلا فاكهه و قفص من ده عايزه تاخد قفص من ده كده تشيل من بيت جوزها يا راح اول زياره لاهلها بقى بعد الجواز لبسه لها كل اللي جالها وتروح شايله اللي حاجتها وراح لاهلها الزياره. هما هنا لما بيجوا يخرجوا بيبقوا خارجين ازاي؟ سواء بقى ستات او كده. الستات ما بتبقاش هتيجي معايا تشمل خلاص مش هتيجي معايا كده لابسه ذهبها من حنيه كده بس فباجي لابس التوب بتاعه بس معظم التوب التوب نادر لما تلاقي حد لابس بنطلون عادي هم ابو تحت وامي زاد صاحب الشغل هنا ماسك الجزء ده كله بيه والاصل بتلاقي لابس بنطلون ولابس جينكن وتمام ما تشوفيش كده عليه بيه خالص هو على حسب كل واحد على حسب كل واحد عامل زي مثلا زي في السعوديه تلاقي مثلا ناس لابسين مش عارفه ايه وفي ناس لابسين عادي ثم اظن من فوق الاكل هنا عامل ازاي؟ هو اكلهم عندك البكبكه او في محل زي كده البكبكه دي مطبخه؟ ايوه طب ولا بكيف البكبكه؟ طيب دلو ده ايوه ديت المكرونه بتبقى باللحمه في اللي بيستعملها بالفراخ معظم اكلهم بالدهن او اكلهم بالصلصه بتاعتهم بالدهن والبصل هو اكلهم مسبك ده حاجه مسبك طبعا الصبح حاجات بدوي وكده هو زي فاصوليا بيضه كده فاصوليا بيضه تلاقي بطاطس تلاقي حاجات كلها بالصلصه شوربة العدس دي حاجة أساسية وفي شوربة المغربية دي كلها صلصة بالخضرة أيوة والشبت شبت عندهم كتير كل حتة شبت أيوة عشان الشوربة المغربية أنا أكلهم بتلاقوا الشبت أيوة هو أكلهم بالدهن حتى بيبقوا لسه بارحين مثلا خوف لا ممكن بقى تلاقي كلمة اللي هي بتاعت هما لسه نور كانت بتقول لي إن الستات من هو الحلوة تبقى تخينة كده ومليانة أحب الواحدة المليانة لا بسم الله ما شاء الله مليانة على طول لو مضيعة ومعصعصة لا وهنا الجواز عندهم الاثنين والثلاثة والأربعة بيعددوا الأزواج عندهم لو الستات إيه موقفهم؟ ما حدش يتكلم باين عليا ان انا كنت مصدومه من موضوع التعدد صح كان باين يعني سواء كان بس من بره بس كان من جوه في حاجات تانية بتحصل بس هنا بقى في حاجه هتستغربيها انت زوجه اولى ده انا هتجوز التانية اللي هجيبه للتانية هجيب زي الاولى كاني بخطب الاولى من جديد بجد ايوه شفت بقى حلوه دي والله يعني مثلا هو خطبها وجاب لها ذهب بستين يجيب لي الاولى ستين لما قلت حلوه دي مش قصدي ان هو حلو التعدد او كده عشان ما حدش يشتمني بس انا يعني استغربت ان هو حد يخطب واحده يخطب الزوجه الثانيه ويجيب لها مش عارفه ايه ويجيب له الزوجه الاولى ثانيه فغنى يا جماعه غنى يعني ده اللي انا قصدي عليه مش قصدي على حاجه طب الخطوبه هنا بتبقى قد ايه ولا هم يعني خطوبه عندهم مثلا خطوبه شويه وكتب كتاب شويه زي عندنا وبعد كده لا هو الخطوبه كتب الكتاب ويطلع في يوم طب الخطوبه بتبقى قد ايه؟ الخطوبه ممكن على حسب ممكن تمشي 6 شهور 5 شهور ممكن يقول لك انا جاهز خلال شهرين خلاص هو خلال شهرين وعلى حسب الراجل جاهز امتى تبقى هي كل حاجه بتبقى على باقي هنا في الجواز البدو صح كل حاجه على باقي الواحده حبت تزود بتزود بينعمل اي ما بين زوجته حاجه بتنضى عليها طيب ايه بقى اللي ممكن تزوده؟ بينضى على شكايه البدو طيب ايه بقى الحاجه اللي ممكن تزودها؟ ممكن حد بس يعني يقول ايه لا كوبايه دي جديده انا حابها اجيبها حابه نوع معين من الاطباق انا حاببها كده بيقول لك ان هي حبت نوع معين من الاطباق او الكوبايات فهو الراجل يعني بيكتب شيكات على نفسه وبيكتب قايمه عشان طبق ولا يعني فنجان او كده وهنعمل ايه عندنا احنا بنجيب 3/4 البيت حضرتك احنا عندنا بنجيب ثلاجات وبنجيب لا الشقه عليه بيعملها من اولها لاخرها الا اذا بقى هي هتشيل حاجات معانا خلاص الشغل
بالاتفاقيات ما بيننا، بس مع الجواز البدو الراجل بيشيل كل شيء. طيب انت لو كلمتينا عن الخلافات بتاعتهم ما عندهمش دعوه بالحكومه والكلام ده كله، حصل العيد اللي فات واللي قبله الوقفه جماعه بحل صعيده وواحد بدون مشكله، الخلاف الشومة الصعيد برده دخل الاله المركزه. طبعا اهل الصعيد واقفين اللي قتل الولد ضرب الولد وواد البدو، فبيقولوا هتعمل ايه؟ طبعا قام وصل الحكومه، هما في اليوم ده قفلت شارع اسكندريه كله، المحلات عموما جوه قفلته، وراحوا حطوا حراسه على اهل الصعيده وحراسه على اهل البدو عشان ما يمسكوش مع بعض. كانوا مقفلين الدنيا، لان هنا القضايا ممكن تلم مع الصعيده تلاقي ضغط مرض وتلاقي ناس كتير ماتت. ماتت الى مقتله. ايوه. فبيسال ابو الولد اللي هو في العنايه الفيديو ده هتعمل ايه؟ قال له لو قام هيقعدوا قعده، لو ما قامش اللي ربك يجيبه، ولو قام هياخدوا بيت راجل اللي هو ضرب راجل كده، طب ما قامش اللي ربك يجيبه، ولا مات نعمل ايه؟ طب الامر عند الحكومه. اتفقوا مع الصعيده العيله معينه من الصعيده، مش الصعيده كلها، العيله اللي ابنها اذى ده ان هم يطلعوا العيله دي كلها من مطروح وما تجيش مطروح تاني. لو نزل مطروح اللي يحصل بتبقى الاعداد العرب في المدينه على الورق، نزل تاني خلص العيله اي واحد منهم، طلعت العيله دي من مطروح والحكومه ما لهاش دخل. خلاص هم كده قعدوا قعده وصافوا خلاص كده. هنا بيتعلموا من الاول او يعني في مثلا كليات طب وكليات صيدله والكلام ده، ولا ما همش الحاجات دي؟ اهم حاجه عندهم فلوس، واهم حاجه الفلوس، اهم حاجه التجاره. اقول لك انا كنت شغاله في شركه جويش بالنقل، واحد بيقضي وشغال في شركه طيران يعني مش عارفه في ايه التذاكر، وبيجي يشتغل على عربيه نقل. قال لي انا بحب كده، بيجي كليات حلوه على فكره ويطلع، مش هم الكليه اللي اخدها. يعني مثلا لو دخلت كليه صيدله والدي تاجر انا تاجر، والدي بتاع ذهب انا بتاع ذهب، كليه صيدله كذا، بيبقوا دماغهم جميله على فكره وشغاله جدا. ايوه دماغهم جميله وشغاله. طب هما هنا بيتفسحوا بقى كده؟ هو بيتفسحوا بروح البحر وروح العربيات. يعني الصراحه فيهم حاجه جميله برضه، يعني ممكن تلاقي واحد غرق، عندنا كذا واحد عرباه غرق بسبب انه بينقذ واحد تاني من البحر، بيبقى انقذه غرق اهو. عندهم شهامه. ايوه يعني بصي وقت جد وموقف بتعبني. والله انا حاسه ان انا كل شويه بطلع لكم كده عامله زي عجوز الفرح. نقطه ان انا بسالها هما بيتفسحوا كده، انا عارفه ان هما بيتفسحوا ده طبيعي، انه في نفس الدبانه بتاعت مطروح. انا عارفه ان هما بيتفسحوا كل حاجه، بس يعني هو كان الغرض من السؤال ان هما ناس منغلقه ولا؟ انت قلتي لي ان هما ما بيتكلموش مع حريم ولا اجانب. هتلاحظوا دايما ان انا بقولها الاجانب او السياح او كده، لان انا احنا لما كنا في السعوديه كان اسمنا احنا اجانب، احنا المصريين او سوريين او كده احنا اسمنا اجانب، فمتعوده على النقطه دي. اما الاجانب عندنا في مصر اللي هم يعني واحده شعرها اصفر كده وعينها زرقاء او جميله كده، دول اسمهم اجانب يعني احنا عندنا هنا في مصر. فانا حبيت اظبط المصطلحات ده. يلا نتابع. مش اجانب يعني هم مش مع حريم يعني في موضوع. طب العيله دي فيها شباب بيقول لك شوفي حد راجل من عيلتك انا اكلمه كده، مش مع واحد. ما انا بقول لك كلمه ليه اسمه قعدت ايه؟ قعدت عرب رجاله. مفيش. حتى الجميلين عاملين حاجه اسمها مكتب المشايخ والعمر، بيبقى كبار المشايخ والعمر لينا لو في مشكله كبيره استعصي. انا واحده من اهل المطب، بس اساسا مش المطب في مشكله، بقول لهم بيحلوها اي حاجه بقى في حياتي، اي حاجه في حياتي هم بيحلوها. اللغه احنا يعني بنقعد نسمع كده حاجات وما بقاش فاهمينها اصلا، ومش هتيجي مع الكلام. طيب هما ازاي بيقدروا يتكلموا عادي زينا ويتكلموا ولا بلغتهم؟ هو بيتعلموا الاثنين ولا لا؟ مش بيتعلموا اللغه العاديه ديت بتاعتي، مش محتاجه علامة. لغتهم هي ممكن تكون محتاجه علامة، لان في كلمات يوم فيها ممكن اقعد اكلمك كده اقول لك انت مع الصوانه ركنا كده، ايه كنا كده يعني انت ايه مالك؟ اقولها لك كده. اقول لك تعالي مثلا احنا نقعد اقعدي اقعدي ايه؟ اقول لك اقعدي ما قاعد بتاعنا، او اقول لك ايه؟ ارجع لك يعني جايه من اللغه العربيه. جايه من اللغه العربيه القديمه.
بس لما بيقعدوا مع بعض بيقعدوا يتكلموا عادي كانها حاجه عاديه جدا، صعب في الكلام. ايوه جدا، عشان في كلام انت مش فاهمه فبتحسها صعبه، زي الفارسي كده، زي اللغه مثلا بتاعت المغرب او العراق. طب العراق عندهم حاجات بتتقال كاف. طيب احنا دلوقتي عايزين نعرف ايه الحاجات الحلوه في العرب، يعني الحاجات اللي انت حبيتيها لما عشتي معاهم، والحاجات اللي انت حسيتيها غريبه او ما حسيتهاش. اول حاجه كانت الحلوه، الحاجات الحلوه في العرب هنا تحسهم ناس بتقف معاك بجد. هنا كل واحد معنا، كل واحد معنا، مش متدخلين في امور. ايوه زي فلاحين مثلا، كل ده عن ده بابا يلعب في بعضه تساعد بعضه، مش عارفه بعضها تلاقي واقفه مع بعضها. يعني معلش يعني انا واحد مش تمام بليل، بس ما احبش الحال اللي في الشارع. كان في فرقه موسيقيه قدام مكتب العمل كان صغير، كان حلو بقى. بعد امتحانات الثانويه البنات هنا في زرقاء ويشغلوا اغاني بصوت عالي في الكافيه ويبصوا للباب وقال لي هم البنات كده عايزين رقص وعايزين مش عارفه مش حلو. الوحش فيهم بقى ايه؟ الواحد لما سلام يجيب واحدة بقى بيرازم ومعكسات والحاجات دي كلها. ايوه بردة بقى منهم، بردة بزيادة. غلط، ممكن يقول لي كلمة كواحد عندنا يقول لي كلمة ويمشي. ده لا، ولو مع عربية تلاقيه مش واقف في العربية. يا لهوي. ايوه. طب بتعرفيهم ازاي؟ يعني لو مثلا مثلا مطروح، انا طبعا ما خدتش بالي اصلا من الوقت، حسيت ان الناس كلها جوا بعضها، يبقى البدو يبقى عامل ازاي؟ غير اللبس، غير بقى اليوم الشعر بتاعي، ازاي عليهم مسعف حلوه، الحمر بتاعتهم مرسومه صح. ايوه تلاقي باين فيهم جمال الخليج. والبنات برضه حلوين كده، بنات حلو. بنات حلو. وتلاقي الكحل والحنه، ده اهم حاجه طبعا. الذهب، ايوه ده اهم حاجه. تمشي بالذهب تعرفيهم كده، البنات تلاقي الكحل وباين في عينيهم كده الكحل. حتى هم ملطفين ومنقبين الكحل، الحنة، الذهب، اللغة، الكلام واقفين كده بيتكلموا. طب في بنات بتيجي هنا السوق ليبيا بتشتري كده ولا لا؟ ايوه ايوه عادي. ايوه على فكرة موسم البدو بيظهر في الشتاء مش في الصيف. احنا بقى اللي في الشتاء. ايوه في الشتاء تشوفيهم اكتر، تعرفيهم اكتر. ممكن اعرف المكان ده بيعرف يشوف. طيب البيوت اللي حوالين البحر دي اغلبها متاجره، ما بقاش فيها عايش فيها بدو صح؟ بدو مش بيوت، شطات طويله ومرات كفنادق. في كوميديات فنادق حتى بتبقى بيوت مش بيبقى باين فنادق قوي. بيوت فنادق ازاي؟ بيوت البدو مش بيبقى صح في الكروان. يعني واحنا كنا عايزين عجيبه وكده هما في الكروان. ايوه زي اللي كانت حاطه قصور. وفين مش بتحط قصور. بس معظم البيوت البدو بتحاول تشوفها صح في الكروان. مش في المواقع ديت كده لا. اللي متأجر معظمه جوه البلد ده مأجرين بيبقوا ناس مجانين من بره البلد. مش من هنا، حتى لو قاعدين في الشركة بتاعهم من بره البلد. يعني نادي لما تلاقي مثلا سعيدة عنده بيت هنا هو. ايوه سعيدة تلاقي ناس من البحيرة، من المنطقية، من المنصورة هنا. لكن البدو الصح تلاقيه في الكروان. حبيت قبل ما اختم الفيديو اقول لكم عن التجربة اللي انا عشتها، كانت حلوة قوي. بحب دايما ان انا اتعرف على ناس جديدة ثقافتهم مختلفة عني في الاكل واجرب اكل جديد وكده، دي حاجة دي بتبسطني. فانبسطت جدا طبعا بعد اللقاء دوت، قعدت مع نور انا نتكلم مع بعض من الناس الجميلة جدا جدا والبنات الحلوة اللي هي عاشت ظروف صعبة وما استسلمتش لحاجة وكده وبتشتغل وكده. اي حد يروح سوق ليبيا، يروح السوق الجديد هيلاقيها هي بتركب عطور، العطور بتاعتها جميلة جدا وهي امينة جدا يعني وكده، والعطور بتاعتها حلوة يعني، جبت منها كان جميل قوي. طيب احنا كده هو خلصنا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واتمنى تكونوا استفدتوا منه وكده هو. واي حد عايز يروح مرسى مطروح لازم يجي، ويجي سوق ليبيا ويجي يجيب سوق ليبيا هيبقى فيه كده جراج، اول جراج كده تلاقي فيه زي السوق الجديد. ايوه السوق الجديد هتلاقوا الامور موجوده وكده هو، وفي عطور جميله جدا جدا. بس كده اشوفكم على خير، تشتركوا لايك، تشتركوا في القناه، وفعلوا بس التنبيه.